السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وبلوك جديد. اليوم سيدي العيد، طبعا كيف كيقولوا نهار ديال العيد غير كيزوز، والبوم سيدي العيد غير كنوصلو فعلا وصلنا العيد هو ودعنا، وان شاء الله نتمنى تكونوا عيد بخير. اللي ما عيد بخير وعلى خير وعلى عليه، اللي شي مات ليه شي واحد الله يرحمه ولي رحمة الله. ودابا غادي ناخذكم في شي فيديوهات قصيرة، ماشي شي فيديوهات نيت ولكن اللي كنخدم على الملل هنا جماعة تولول هي النفوذ الترابي ديال قبيلة الدوكة التابعة لإقليم شيشاوة. بطبيعة الحال قبيلة الدوكة تاريخيا عندها تاريخ كبير، خاصة في الاستعمار، يعني كانوا قادة أقوياء، كانوا هنا وبطبيعة الحال كانوا كيدعموا الاستعمار، يعني وداروا مجازر وداروا شحال حاجة في هذه المنطقة. والقضية هذي معليش يعني معليش ننسى هاد التاريخ بقى ذكرى. ودابا غنحاول نقول لكم شي لقطة مزيانة دي واحد المقبره قديمه، مقبره قديمه فاش كان كيدفنوا فيها الناس، ما عرفتش مقبره نيت ولا شي والي من الاولياء كانوا كيعندهم هي مزيان. كانوا هنا، كانت هنا واحد المده، كاين هنا بزاف ديال الاضرحه، ودابا حاليا باقي الناس كيامنوا بهذه الخرافات ديال الاضرحه. بطبيعه الحال لا تسمن ولا تغني من جوع، نتمنوا في قادم الايام يجي الصاعد انه يتوقف، يعني قاشية من بعد الخرافات ديال الاولياء ولا ديال الوالي. طبعا الحال كان عندي قصه مع هذه القضيه، بحال كيف ما قلت لكم عندي قصه مع هذه القضيه ديال الاولياء. انا كنت الوالده مريضه، وكانت واحد المده يعني كنت كداوي يعني، فاش كتجي البلاد كيبداو يقولو لينا الناس لا كاين واحد الوالد صاحبي، كاين واحد الوالد كاين، كانت مريضة بالسرطان، ويعني كتأمن بدوك الخرافات، يعني دوك الخرافات مبقاش يأمن بيهم الواحد. فاش يدير الحلوزة مكان شي واحد كيدير اللي دار براسو ميديرش للناس، ونتمناو ان شاء الله يعني في الجيل الصاعد انه مبقاش يأمن بهاد الخرافات هادو. وحنا يعني كنحتارمو المعتقدات ديال الناس، ولكن المعتقدات الفارغة خاصنا نحاربوها. هذه الثانوية ديال تولوكلت، يعني الإعدادي كان إعدادي ذاك الشيء، الإعدادي هو هذا كنسمي عليه. وكانوا الناس يعني في الدراري الشباب فاش كيكملوا من يعني من الثانوي كترونهم يمشيو لإعدادي، يمشيو لإعدادي من تانوت، الناس الشباب كترونا وماشي في بلاد باش يكملوا تعليمهم القليل ديال الثانوي. ولكن الحمد لله يعني هنا عيطوا قاد الجماعة وفرت لهم الثانوي هنا، يعني الشباب بدو كيكملوا القراية ديال الطلبات، يعني في المنطقة ما حداش باقي دايت البلاصة اللي بدات، يعني القضية مزيانة الشباب اللي بغا يكملوا القراية ديالو، والله يوفق الجميع ان شاء الله. كذلك انهم جابوا لنا اكبر بريغاد ديال الدرك الملكي في الاقليم ديال الشيشاوة، كاين هنا في تولوكلت، يعني قائم بالواجب ديالو، يعني صداو بزاف ديال الجرائم، خاصة واحد يعني الجريمة وقعت مؤخرا ديال سميتو ديال سرقة الاغنام، يعني تصداو ليها. هادشي كتحسب ليهم، كتحسب الداخلية كذلك اللي حطتهم هنا، و رغم ان باقي كاين انفلات امني من ناحية الصحة، يعني باقي المستشفى ما تخدمش مزيان بالشكل اللي كيرضي الناس ديال المنطقة، يعني كتدي بلاصة وفي الاخر ما تلقى لا ذو ولا والو. هاد القضية هادي يعني باقي كنعاني منها، يعني الحاجة اللي كيدي فيها خلاص باقي كيخدموا فيها مزيان، حاجة اللي ما فيهاش الخلاص اللي هي مجانية للمواطنين، كاين فيها
يعني كاين فيها نقص بزاف، نقص كبير. وان شاء الله نتمنوا من المرشحين، رغم ان كاين بزاف ديال المرشحين دازوا في هذه المنطقه، نفس الاسطوار ونفس الاسطوانات اللي كيجيبوا هما ما كيبدلوا فيهم والو. يعني كيجيبوا واحد الاسطوانه ديال غادي اللي كان ديك في الفكره ديال راسو، اول حاجه كيديرها كيدير السرعه على دارو، كيدير الطوموبيل ديالو وكاين سالك. وكيف ما كتشوفوا هذه هي الثانويه، يعني الثانويه التعليليه ديال تولو قلت. وكيف ما قلنا في السابق ان كانوا الشباب كيضطروا انهم يمشيو لمنتانوت، وكانوا كذلك في الاول كانت فاش كنت على الاعداديه كاين عاوتاني الناس ديال الدوائر البعيده كيضطروا انهم يجيو ينزلوا هنا في الداخليه. الداخليه كيف كتشوفوا نزوم عليها في الفيديو الجاي. الداخليه هي هذه، وما كانوش فيها بزاف المرافق، يعني راه كان فيها نقص، ما كانوش فيها المرافق الكافيه غادي يطوف في الراحه لواحد التلميذ جاي من بعيد شنو يقرا هنا. يعني ما كاينش كاين نقص في الخدمات، هادشي هذا اشكال كنعاني منه. وكذلك على القضيه ديال انه واحد الطريق، فرعيه ديال 214، يعني طريق كبيره ولكن كتعتبر فرعيه حيت ما كانت ناقصه بزاف. كان فيها واحد الخيط في وسط الشانط، واحد خيط واحد، يعني كانت كتربط بين يمين تانو طلعت التصويرة والشياط ما، يعني بزاف ديال الناس و يعني طفخ انهم قدوها دابا دوفل فوا وفيها اريح. يعني اللي سايق الطوموبيل ديالو كيدي بلاصة يعني بالراحة التامة. يعني كاينين بزاف الاضافات على تولو قلت ديال القاضي، ماشي هي تولو قلت ديال دابا. كاين بزاف ديال التغيرات، كاين بزاف ديال التغيرات الحمد لله، يعني تغيرات جذريه. اللهم ان باقي يعني بزاف ديال الاشكالات، باقي ربط الدواوير بالطرقات يعني مازال ما كملش، ولكن ان شاء الله نتمنى كيف ما قلنا من المرشحين انهم يقوموا بالواجب ديالهم على اثم الوجه ويقدوا يعني يقدوا الطرقات. وهذا ما كان ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي. الاخ ديالي الصغير المحترم الذي يحترم الجميع، كيف ما قلت لكم هذه هي الداخليه، هذه المرايه الداخليه القديمه. كانوا يعني كانوا الشباب اللي كانوا كيقراو في الاعدادي سابقا كينجيو ينزلوا فيها، رغم ان كاين يعني مهمشه الخير يعني بزاف. الحاجه الوحيده من اللي تبقى فيها الجدران، يعني ما حدا كاع واش بقى خدامه، وهذا اشكال عويض. يعني كاع الخدمات الخيريه كيتم التجاهل ديالها، واش هذا اشكال يعني كنعانيو منه بزاف. او كيف ما كتشوف هذا هو السوق الاسبوعي ديال تولو قلت، السوق الاسبوعي يا سيدي، يعني قلنا ماجور السوق الماجور تقريبا، يعني الصور ديالو ولا محتل تقريبا يعني بالكامل مع الاسف. كنتصور غير درت